بكل حرارة وبكل حفاوة. مرحبا بك منى فتوح. طبعا كيعني لي الكثير وهذا تشريف وفرح كبير جدا. ما كنتش يعني تفاجأت منين عرفت التكريم ديالي في مراكش اللي هو مهرجان رائع واللي ولا عنده صيت عالمي الحمد لله. فهو انا خديته بمثابه تحفيز انني نزيد نعطي اكثر ان شاء الله مستقبلا. جميل جدا. كانت واحد النكت في هذا الاطار وانه عيطوا لي شي صحباتي اللي ما كانوش عارفين وسمعوا في الراديو قالوا لي الو راه سمعناك كنا غاديين وسمعنا في الراديو ريدفورد ومنى فتوح شنو كاين. قلت لهم هذاك راه التكريم ديالي. ففعلا انا فخوره جدا بانه الاسم ديالي يكون مع اسماء لامعه بحال هاد الناس اللي غادي يتكرموا. هو شيء رائع وبصراحه انا ممتنه لاصدقائي زملائي سامية رشيد فاطمة خير سعيد بي بزاف الأسماء باش ما ننسى حتى شي واحد محسن مالزي نادية كوندا اللي فرحوا لي بزاف وهنؤوني وكنحس بهذاك الفرح بأنه صدق وكنقول لهم أنه تكريمي هو تكريمهم ويعني إن شاء الله تهما نشوفهم في التكريم يعني لاحقا. وهذه مبادرة جميلة من مؤسسة المهرجان اللي فكرت بهالطريقة لأنه فعلا الفنان خصو يتكرم وهو باقي في الأوج العطاء ديالو باش أولا باش يستمتع بهذاك التكريم لأنه التكريم هو كاعتراف للمجهودات وكذلك باش يستمر باش يحس براسو أنه كيتحفز وأنه انطلاقة جديدة باش يقدر يعطي أشياء جديدة. نكون معك صريحة جدا الحمد لله ربي أعطاني قوة شخصية وأعطاني واحد ثقة في النفس ماشي هي أنانية أو نرجسية بل هي فقط إيمان بأنني أولا كان نقوم بعمل اللي أنا مقتنعة به وما كنضرش كنحاول انني ما امكن انني ما نضرش الاخر. فبالتالي الانتقادات اللي كتكون الا كانت انتقادات بناءه على العمل وعلى يعني عملي كفنانه نقدر ناخذ بها لانها غادي تحفزني للقدام في خلاف انتقادات اللي هي فارغه او انتقادات من اجل الانتقاد او انتقادات اللي في الحياه الشخصيه او في اشياء ما كنعير لها حتى شي اهتمام كان فريمون بحال ما كايناش هذه كنظن نعمه من عند الله. فبالتالي لحد الان ما عمر شي حاجه ما جرحتني او خلاتني يعني كاع نقول بالعكس الحمد لله ما كنديهاش في هذوك الانتقادات. كيعني لي الكثير الكثير وهذاك الشيء علاش بقيت بزاف مع الجمهور خصوصا الجمهور المراكشي اللي كان حاضر وكنظن ماشي غير من مراكش كان الناس كيجيو من مدن اخرى باش يحضروا لهذا الحدث وانا ماشي كيأثر فيا بشكل كبير انه ناس كيجيو يتسناو النهار كله باش يشوفوا الفنان اللي كيبغيو. فبالتالي لازم يكون هذاك التواصل بيني وبين الجمهور وانا عارفه انه الجمهور كيتسنى هذيك اللحظات فداك الشيء كيعطيك شحنه يعني كتقرب لهم كتاخذ طاقه وشحنه لانك تزيد وانك تكون دائما عند حسن ظن هذاك الجمهور. الجمهور هو بفضل الجمهور باش الفنان متواجد.